السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا متابعين الكرام. احدى الاخوات طلبت مني اني اتكلم عن دواء الهيدروسيريا، وانا اوريدي تكلمت عنه من قبل بس يبدو انه ما كانت ضمن المتابعين. كان سؤالها الي ان ولدها تقريبا عمره 7 سنوات أو 9 سنوات ما اذكر، ولكن كانت خايفة من شيئين. الشيء الاول بأن دواء الهيدروكسيريا يسبب السرطان، والسبب الثاني هو أن دواء الهيدروكسيريا يسبب العقم. زين، أنا بتكلم من واقع خبرة وليس من جانب طبي فلسفي علمي، ما أدري. زين، أنا ما أنا دكتور. من واقع خبرة دواء الهيدروكسيريا، أول حاجة دواء الهيدروكسيريا من واقع خبرة ومن جانب طبي، يعني حسب حديثي مع الأطباء، زين، كيف يسبب سرطان وهو ضمن العلاجات المستخدمة لعلاج السرطان؟ زين، هالكلام مو صحيح نهائيا، ما يسبب سرطان. أما من ناحية العقم، أنا محدثكم متزوج وعندي بنات ثنتين، ولما زوجتي حبلت بناتي ثنتينهم أنا كنت أستخدم دواء الهيدروكسيريا، والحمد لله ونعمة من ربي بناتي جو سليمات ما فيهم ولا حاجة. عندي زملاء زين مرضى سكل سل يستخدموا الهيدروكسيريا، الله أرزقهم بذرية والحمد لله أولادهم وبناتهم ما فيهم أي مشكلة. يا أخواتي يا أخواني، ما عليكم من هالكلام ولا هالدعاية ولا هالأمور هذه، ما عليكم من الجرس، مرتي قاعدة تريوس وهذا الحساس، ما عليكم من هالأكاذيب هذه والدعاية و و و و هي في النهاية قناعات. إن أنت اقتنعتي كان بيها استخدمي، ما اقتنعتي لا يكلف الله نفسا لا وسعها، ويعطيكم ألف عافية ومع السلامة.